وعلى الجانب الآخر من المعادلة الاجتماعية، وتزامنا مع مرور قرن على رحيل أيقونة الشعر النسوي نازك الملائكة، عقد في مقر اتحاد الأدباء والكتسة في المحافظة المؤتمر النسوي الأول لمناقشة عدد من المعوقات التي تحول دون تحقيق بعض النساء لطموحاتهن وأخذ استحقاقهن كجزء مهم في الجانب الأدبي. ووضع المؤتمر عددا من الحلول لتخطي بعض العقبات التي فرضتها الظروف الاجتماعية وتجنب التصادم مع التقاليد والأعراف العشائرية والمجتمعية المحافظة التي تتسم بها أقضية المحافظة. أقيم اليوم في اتحاد الأدباء والكتاب في صلاح الدين مؤتمر أو لقاء لأديبات صلاح الدين، وقد حضر أكثر من 30 أديبة إلى هذا المؤتمر. الغاية من هذا المؤتمر هو لتأسيس منتدى يخص الأديبات في صلاح الدين، وأن نسمع من المرأة وتطلعاتها والعقبات التي تحول بينها وبين الوصول إلى الإبداع. بصراحة استمعنا إلى طروحات قيمة من السيدات الأديبات تعبر عن رؤى علمية وثقافية رصينة، والمرأة في صلاح الدين عموما تكسر الحواجز التي تحول بينها وبين الإبداع. يسعدنا في هذا اليوم أن تكون في هذا المكان اللي هو اتحاد الكتاب صلاح الدين، أن تكون للمرأة يكون لها دورا فاعلا فيه، خاصة وهو المؤتمر الأول والتأسيس للمرأة الذي ينطلق من وجود العديد من النساء الكاتبات والمؤلفات، سواء كان ظاهرات للإعلام أم لم يظهر، فهذا هو النواة الأولى وانطلاقة الأولى لوجودهن في المجتمع تقاسم الرجل في المجال الفكري والعلمي والأدبي خاصة. ونحن في محافظة صلاح الدين بحكم التقاليد والأعراف السابقة والتي بدأت تتقدم إلى الأمام نحو التطور نحو الانفتاح إلى الآخر، بدأنا نشق طريقنا من جديد ونرى النور، خاصة في الظروف العراق التي مر بها من الظروف السياسية عامة، لكن إن شاء الله نحن متفائلون بوجود هكذا انطلاقة، وهي تأسيس مؤتمر سنوي الأول لنساء صلاح الدين فيما يخص الكاتبات والناقدات. فشكرا جزيلا للقائمين على هذا المؤتمر. تجري الآن وقائع مؤتمر نازكات الأدب في محافظة صلاح الدين، وهذا شيء مبهج لأنها المرة الأولى التي تجتمع بها مبدعات صلاح الدين تحت خيمة واحدة وفرها لهم اتحادنا اتحاد أدباء وكتاب صلاح الدين، تيمنا بمئوية الشاعرة العظيمة نازك الملائكة التي أصبحت الآن هي إيقونة للأدب العربي، إيقونة للمرأة العراقية الشاعرة الطموحة التي تتحدى كل معوقات المسير، كل معوقات النجاح، فنجدها قد تحدت الواقع ورغم كل الانتقادات التي تعرضت لها على مدى قرون من الزمن.